الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، عبيد لا يعبدون، رسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، أدوا الأمانة والله ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده ونصحوا الأمة. أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح، وخاتم الأنبياء والرسل محمد عليهم الصلاة والسلام. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والله هو كافر كفر أكبر كائنا من كان، ولا يمكن أن يصدق. صحيح، بل قال بعض العلماء لو ظهر عندنا إنسان وادعى النبوة وقال له آخر مد هات آية، لو قال له هات آية هذا معناه أن هذا الذي يقول هات آية هو كافر كفر أكبر. لماذا؟ لأنه اعتقد أن يمكن أن يأتي أحد بالنبوة والرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ختم الله سبحانه وتعالى به النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام. نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم والأخبار التي جاءت عنهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها.